طبعا بنحضر المباراة. طبعا احنا عارفين المباراة بكرة مباراة قوية جدا بين فريق قوي احنا عارفينه كويس، لأن الفترة اللي فاتت كل مرة بيبقى معانا في المجموعات. طبعا الفرقة عارفة أهمية المباراة، وإن شاء الله احنا زي ما الكوتش قال احنا محضرين المباراة كويس جدا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ومعانا التوفيق. أكيد طبعا احنا خلاص مباراة الهلال احنا عديناها بعد المباراة على طول. احنا قعدنا مع اللعيبة واتكلمنا خلاص مع اللعيبة الكبار اللي موجودة، وبعديها على طول كنا احنا بنحضر لماتش السودان، ماتش أسوان، واحنا الحمد لله دخلنا على طول ماتش أسوان وجهزنا ماتش أسوان وطلعنا الحمد لله بمكسب. الفترة دي عدت خلاص، احنا دلوقتي بنفكر في ماتش بكرة، واللعيبة كلها مركزة وكلها عارفة أهمية المباراة بتاع بكرة. أكيد ضغط المباريات موجود، بس احنا بقالنا داخلين دلوقتي في ثالث سنة متعودين على ضغط المباريات. الفترة اللي فاتت بقالنا دي ثالث سنة احنا خلاص اتعودنا على كده، واللعيبة بقت عارفة ضغط المباريات، واحنا دلوقتي بنحضر لكل مباراة المباراة ونقدر نعمل الكفر كويس. اللعيبة كلها عارفة الفترة اللي فاتت كمية الماتشات اللي عندنا، كلنا الفرقة دلوقتي محضرة نفسها وبنشتغل مع الجهاز الفني ونحضر لكل مباراة. يعني خلاص اتعودنا على الموضوع ده بشكل كبير يعني، واللعيبة دلوقتي بقى عندها خبرة كبيرة جدا من المباريات ديت والضغط الأيام كل الفترة اللي فاتت، عشان كده احنا خلاص اتعودنا. الفترة اللي فاتت كان في شوية عصبية، بس يعني كل ماتش ليه ظروفه يعني، تمام. بس في الاول وفي الاخر احنا كمنظومه في النادي الاهلي احنا متعودين على طول الهدوء، واللعيبه عارفه الكلام ده كويس، بس مش انا اللي بقول الكلام ده، اكيد الكوتش موجود بيتكلم والكابتن سيد موجود بيتكلم، مش انا لوحدي يعني اللي بيتكلم. خلاص الفتره الجايه احنا بس مركزين في شغلنا بس كل ماتش ليه ظروفه يعني، ما اكيد ان شاء الله ما فيش الكلام ده يحصل.